السلام عليكم، شايف المشروع ساعات بنعمل ماتيريال جديدة، يعني نمانج ماتيريال ممكن تيجي وتعمل أكتر من ماتيريال جديدة، تعمل مثلا الماتيريال دي دوبليكيت وتديها الاسم اللي أنت عايزه، وبعد كده تعدل في الخصائص بحيث تكون ماتيريال جديد. طيب دلوقتي أنا عايز بقى أعمل مكتبة بالماتيريال اللي أنا عايزها، هاجي هنا هقول له كرييت نيو لايبراري وأسميها مثلا أو وأقول له سيف. المكتبة اللي اسمها أو دي أقدر أجي هنا وأقول له كرييت كاتيجوري وأسمي مثلا دي ميتال، وأعمل واحدة تانية كريت كاتيجوري واقول له دي خليها مثلا جلاسز. ها، وبعد كده بقى ابدا احط الماتيريال بتاعتي، يعني مثلا الجلاسز اهي احطها في الجلاسز، ودي برضه احطها في الجلاسز، الميتال ديت هحطها هنا في الميتال ديت، والميتال دي هحطها هنا بالشكل دوت. طيب وبعد كده هقول له ريليز لايبراري واقول له ريموف لايبراري، اقفل بقى الديت خالص وافتح مشروع جديد خالص نيو لايبراري. وبرده لو انت عندك اوتوكاد هتلاقي برده ان انت تقدر تستورد المكتبه ديت، لو عندك ماكس تقدر تستورد المكتبه ديت، لان الامتداد بتاعهم واحد من مانج ماتيريال، ممكن ما يكونش فيها الماتيريال اللي احنا عايزينها. فهاجي هنا هقول له انا عايز اوبن ماتيريال، ونفتح الماتيريال اللي اسمها او وقول اوبن، هتلاقي الماتيريال اتفتحت بالمكتبات اهيت، واي واحد فيهم تقدر تعلم عليها وتقول له ايه حط لي المكتبه، وتقدر في اي لحظه برضو اي حاجه انت عايزها ممكن تتعلم عليها وتضيفها للجلاسز مثلا، او تضيفها للميتال، وهيظهروا كلهم عندك هنا.